السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أصدر الشغل بتاعي في الوورد بريس لأي مدونة أخرى، فأنا ممكن أعمل إكسبورت بحيث إن أنا أروح أحطها في مدونة أخرى، أو يبقى باك أب ليا لو حصل أي حاجة لا قدر الله في المدونة. فأنا بفتح المدونة بتاعتي في الوورد بريس وبروح على تولز، بلاقي عندي إمبورت وإكسبورت. فإكسبورت بتيجي هنا، بتلاقي إن أنت ممكن تصدر الصور والفيديوهات والصوت والدوكومنتس، أو تصدر المقالات اللي أنت كتبتها. ممكن تختار بوستس او بيجز او فيدباك زي ما انت عايز، تمام، او ممكن تقول له صدر كله. تقدر تختار وتفلتر وتفلتر شخص معين او كده. فبقول له اكسبورت اول، فهو بيبدأ يجمع لي المقالات كل الملفات ويحط فيها كل البوست والفيدباك كل حاجة، بيتحمل بيبعت لي ايميل على الايميل بتاعي، وبتقدر تعمل داونلود. لو الملف صغير بيحملك في ملف واحد، لو ملف كبير بيقسمه لك على اجزاء. تقدر بقى تروح للمدونة التانية وتقول له امبورت، وتبدأ تحمل الملفات اللي هو هيبعتها لك. بعد كده هيقول لك ان هو خلص الاكسبورت، وهتيجي هنا هتلاقي ان هو بيقول لك ان هو اتحمل وان هو يفضل موجود 7 ايام. خلينا نعمل له داونلود، هتلاقي ملف مضغوط اهوت، هقول له سيف. بعد كده هروح بقى للمدونة اللي انا عايز ارفع الملفات عليها. وهقول له ان انا عايز ادخل على الداشبورد، وهاجي هنا على الادوات هقول له امبورت، وممكن اسطب ادنس تدير لي موضوع ان انا اعمل ابلود للحاجة، لان انت ممكن تحملهم كار اس اس او تحملهم كووردبريس. ممكن تقول import now، install now، run import، وبيقول لك اختار الملف. طيب هو هنا الملف اللي هو محتاجه ملف RSS، تمام. فلازم نفك ملف الضغط دوت. فاجي هنا على الداونلود، ده الملف اللي انا لسه محمله. ممكن اروح فكه هنا، هنلاقي عندي هنا كذا ملف، 7 ملفات او 8 ملفات. هبدأ افتحهم واحد واحد، اقول له اوبن، هو بيبدأ بقى يقول له ايه ابلود فايل اند امبورت. يخلص الملف دوت اروح محمل اللي بعديه وهكذا. هيجيب لي الشاشة ديت، بيقول لي ممكن تختار بقى مين الملف هيبقى باسم مين، تمام. داونلود اند امبورت فايل اتاشمنت سبميت، خلاص بيبدا كل الملفات اللي كانت موجوده هناك في الملف اللي احنا استوردناه يبدا يظهر معايا هنا. وبكده يبقى احنا عملنا اكسبورت للوورد بريس لمدونه اخرى.